قال سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، وأشد الرئيس على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، وكلف الرئيس المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأدى 16 محافظا و23 نائبا اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم، وتشهد مصر أكبر حركة في تاريخها لتعيين شباب وشابات سياسيين من أحزاب معارضة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناصب تنفيذية عليا، وذلك في خطوة حقيقية لدمج الشباب في العمل التنفيذي وجهود بناء الدولة، كما تعتبر أكبر حركة في تاريخ مصر لتفتح المجال أمام دمج الشباب في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال تقلدهم لمناصب تنفيذية عليا، حيث تشمل تعيين نواب محافظين من الشباب لجميع المحافظات ومن ضمنهم عناصر شابة تنتمي لأحزاب معارضة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر الحديثة. لمزيد من المتابعة مشاهدين انضموا إلينا هاتفيا أستاذ أحمد دسامي نائب محافظ سوهاج، ورحب بك أستاذ أحمد معنا. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ لمزيد من المتابعة مشاهدين انضموا إلينا عبر الهاتف أستاذ أحمد دسامي نائب محافظ سوهاج. أستاذ أحمد أرحب بك معنا. من الواضح أن هناك انقطاع في الاتصال، سنعود الاتصال بك مرة أخرى أستاذ أحمد سامي نائب محافظ سوهاج. مرة أخرى مشاهدينا، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اجتمع اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، وأشد الرئيس على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، وكلف الرئيس المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. مرة أخرى مشاهدينا انضموا إلينا عبر الهاتف أستاذ أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، ورحب بك أستاذ أحمد معنا. حضرتك يا فندم، يعني كيف تابعت هذه الحركة لمصر، حيث أن مصر تشهد أكبر حركة في تاريخها لتعيين شباب وشابات سياسيين في مناصب تنفيذية عليا؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا ان احنا نشوف عدد كبير من الشباب، يعني النهارده شايفين 23 من الشباب بيتقلدوا مناصب نائب محافظ. دي حاجه كويسه جدا طبعا، بتورينا ازاي ان في دور لتمكين الشباب عندنا في مصر هنا. يعني نشكر فعلا سعاده الرئيس على المجهود اللي عمله عشان الموضوع ده. أستاذ أحمد، يعني كيف ترى يعني مصر أنها استبقت خطوة تعيين شباب في المناصب التنفيذية العليا من خلال يعني برامج لتأهيل الشباب، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية فيما بعد؟ تمام يا فندم، احنا تعلمنا حاجات كبيرة في البرنامج الرئاسي، منها برامج خاصة بعلوم الإدارة والمهارات السلوكية، الحاجات دي كلها فادتني ان احنا نقدر نطبق ده على ارض الواقع، وشفنا عدد كبير من محافظات مختلفه. فده شكل ان الانسان معاه قاعده عريضه من زملائه، وكمان يعني خلتنا نزلنا برضو على ارض الواقع شفنا حاجات كثيره، وكل العدد كبير من البرنامج الرئاسي متطوعين ونازلين في مبادره حياه كريمه، وبنشوف الكره الاكثر فقرا. ما هي أهم البرامج التي يعتمد عليها هذا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب؟ ألو؟ نعم، يعني كنت أسأل حضرتك أستاذ أحمد، ما هو البرنامج يعني لهذا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب؟ أيضا من البرنامج طبعا اتعلمنا فيه، بقول لحضرتك إن احنا نزلنا خدنا دورات في جهات مختلفة زي معهد إعداد القادة كلية العلوم والإدارة، وعملنا زيارات ميدانية جهات عديدة زي المصانع والكليات العسكرية. فحاجات الإنسان مش بيشوفها دي ادتنا إضافة إن احنا نشوف أكبر حاجة ممكنة بحيث نقدر نتعامل مع الواقع بشكل أكثر يعني دقة. كان ايضا يعني من ضمن تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم انه يعني اعطى بعض من التكليفات وهي تلبيه احتياجات المواطنين، كيف سيتم تحقيق هذا على ارض الواقع؟
اهم حاجه طبعا بيركز عليها سياده الرئيس ان احنا بنركز على بناء الانسان. احنا بنحاول نجتهد ان احنا نوفر تعليم متميز، ان احنا نشوف نظم مناسبه للعلاج، نظم للنظام الصحي، ازاي نشوف ازاي نعمل احياء لمنظومه القيم المصريه. ده كله طبعا بيتم من خلال تحفيز السلوكيات الجيده ونركز عليها بشكل اكبر. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، شكرا جزيلا لك. وفي نفس ذات السياق مشاهدي، انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عمرو مجدي نائب محافظ كفر الشيخ. أرحب بك أستاذ عمرو معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيكي. في البداية، يعني مصر تشهد أكبر حركة في تاريخها لتعيين نواب ومحافظين من الشباب وشابات السياسيين في مناصب تنفيذية عليا، كيف تابعت ذلك أستاذ عمرو؟ يعني هو الحمد لله ان السيد الرئيس النهارده تم يعني حلفنا بيمين النهارده قدام السيد الرئيس بحضور 23 نائب، 23 شاب. يعني ده يعني حاجه كبيره جدا وثقه كبيره جدا من الرئيس للشباب. من زمان الرئيس مهتم بتمكين الشباب، وده اكبر دليل حصل النهارده يعني طبعا على ارض الواقع. لكن فكره ان يعني كيف ترى فكره تعيين نواب ومحافظين من تنسيقيه شباب الاحزاب لمناصب تنفيذيه عليا، يعني كيف سيساهم هذا في تجديد او تنوع في الوزارات المحليه؟ طبعا هو في يعني في البدايه احب اقول ان احنا كلنا شباب مصريين، فيعني يكون التنسيقيه او شباب البرنامج او غيره، هو كلنا هدفنا واحد، هدفنا ان احنا نقدم خدمه محترمه للمواطنين وننفذ التكليفات اللي السيد الرئيس كلفنا بيها النهارده. طبعا مع يعني التعاون طبعا والتكليفات وتعليمات السادة المحافظين طبعا، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه يعني نكون قد المسؤوليه باذن الله. لو تحدثنا عن برنامج الرئاسي تأهيل الشباب، يعني مصر أيضا سبقت خطوة في تعيين شباب وشابات في مناصب تنفيذية عليا من خلال هذه البرامج، برامج تأهيل الشباب. يعني لو تحدثني عن برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. أي فضل حضرتك عايز تعرف عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب؟ نعم. هو حضرتك يعني دي مبادرة من السيد الرئيس أطلقها عام 2016، يوم في لحظة ما أطلق عام 2016 ده عام الشباب المصري. كان الهدف منه هو ان احنا نجمع الشباب كلهم مع بعض ونبدا ندربهم على العديد بقى من المحاور، الاقتصاد، السياسه، التسويق وهكذا، يعني محاور عده. الهدف النهائي يعني منه هو انه يعد قاعده شبابيه محترمه تقدر بعد كده تقود البلد. يعني نعم استاذ عمرو، يعني فكره ان مصر لم يحدث فيها من قبل انها تعين شباب من المعارضه وقامت بتعيينهم في مناصب تنفيذيه عليا، كيف تقيم هذه الخطوه من وجهه نظرك؟ والله يا فندم، يعني انا شايف ان ده اكبر دليل ان السيد رئيس الجمهوريه يعني بيدي رساله واضحه جدا ان كلنا هدفنا واحد. بغض النظر عن ان احنا انا معارض او مؤيد، في النهايه انا بعارض علشان مصلحه البلد، واللي بيؤيد بيؤيد برضه عشان مصلحه البلد. نعم، فهي دي اعتقد الرساله اللي هو كان عايز يوضحها. يعني وضحت الصوره، اشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر الهاتف استاذ عمرو مجدي نائب محافظ كفر الشيخ. وفي نفس ذات السياق مشاهدينا، انضم الينا عبر الهاتف دكتور سمير محمد نائب محافظ القليوبيه. ارحب بك دكتور معنا. في البداية، يعني كيف ترى اهتمام الدولة بالشباب، وكيف تقيم هذه الخطوة أكبر حركة لمصر لتعيين شباب وشابات سياسيين في هذه المناصب التنفيذية العليا؟ الحقيقة دلوقتي تمكين الشباب ما كانش مجرد حلم، هو بالفعل بقى حقيقة ملموسة على الأرض، بداية من مؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم النسخة الأولى والثانية. وأنا الحقيقة كان ليا الشرف إنه أمثل وزير الإسكان في نموذج محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر السابع في العاصمه الاداريه. فتمكين الشباب دلوقتي بقى امر واقع وموجود على الساحه. النهارده احنا عندنا 23 شاب بيحلفوا يمين نواب محافظين في مناصب عليا، يمكن ما كانش فيه الكلام ده قبل كده. نعم. يعني دي مرحله جديده.
ايضا يعني برايك ما الذي سيضيفه تعيين شباب وشابات يعني من تنسيقيه شباب الاحزاب لمناصب تنفيذيه عليا في ضخ دماء جديده لهذه الوزارات المحليه؟ طبعا يعني ده بيعكس يعني رؤيه القياده السياسيه باشراك كل الاطياف في العمليه سواء في المحليات او في الوزاره، لانه النهارده المعارضه طالما بتبقى بشكل شرعي وبشكل ممنهج ومن اجل المصلحه العليا فما نقدرش نقول عليها ان هي دي ظاهره سلبيه، بالعكس دي ظاهره ايجابيه جدا ولازم اشراك الراي والراي الاخر. نعم بالحديث عن المصلحه العامه. نعم دكتور بالحديث عن المعارضه، يعني فكره ان مصر لم يحدث فيها من قبل ان وثقت حكومه مصريه بتعيين يعني شباب من المعارضه، كيف تقيم هذه الخطوه في تعيين شباب في مناصب تنفيذيه عليا وفي السلطه التشريعيه؟ طبعا دي خطوة مهمة جدا ودي يعني انعكاس على رؤية الحكومة انه المعارضة مش بتشكل عنصر سلبي، بالعكس ده مناخ صحي جدا ان انا يكون عندي رأي ورأي اخر واستفيد بالخبرة. يعني حضرتك هتلاقي انه المعينين النهاردة السي في بتاع كل واحد هو اللي بيرمز ليه، مش انتمائه او التوجه بتاعه، يعني سواء كان معارض او لا هو المعيار هو الكفاءة. نعم وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير محمد نائب محافظ القليوبية. وفي نفس ذات السياق مشاهدينا أيضا ينضم إلينا هاتفيا أستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا. أرحب بك أستاذ حازم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية يعني لو تحدثنا عن اهتمام الدولة مؤخرا بالشباب وهذا ما شاهدناه في الفترة الماضية، أيضا كيف تابعت أن مصر الآن تقوم بحركة وأكبر حركة تاريخية في تعيين شباب وشابات سياسيين في هذه المناصب التنفيذية والسلطة التشريعية؟ طبعا زي ما شفنا النهاردة أداء عدد 23 من نواب المحافظين، الغالبية منهم من الشباب، وايضا من المحافظين انفسهم تم ترقيه احد نواب المحافظين الى محافظ حيث كان يعمل كنائب محافظ في بورسعيد والان محافظا لبني سويف، وهذا دليل على نجاح التجربه ومحاوله جاده من الدوله لتمكين الشباب في العمل في الهيئات التنفيذيه، وايضا سيشاركوا في المرحله المقبله على قضايا عده التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الثانيه فيما يتعلق ببناء الانسان من خلال التركيز على قضايا الصحه والتعليم. الحقيقه طبعا الاشتباك في المحليات امر مهم لانه الهدف ان نكون اكثر قربا من المواطنين. لكن لو تحدثني أستاذ حازم عن هذا المنهج الذي اتبعته مصر لاستحداث قيادات ناجحة في الفترة المقبلة وخاصة أنهم يعني هيكونوا من المعارضة في مناصب تنفيذية عليا. معارضة إيه فندم السؤال؟ يعني كنت أتحدث عن مع حضرتك كيف ترى هذا المنهج الذي تتبعه مصر الآن في استحداث قيادات ناجحة؟ لا لن يكون هناك تراجع في مسألة تمكين الشباب. نعم. وهناك اعتماد عليهم. شوف حضرتك انه هناك التوجيه العمل للسيد الرئيس يقول نحن نعمل من الساعه 7 صباحا حتى ما بعد 7 مساء. ما لديه القدره على هذا العمل هو الشباب، عنده القدره على الحركه النشاط، ولكن وان كان ينقصه بعض من الخبره فالحقيقه هيبقى خلال الفتره الجايه دورات تدريبيه للنواب المحافظين وهيكتسبوا البعض الاخر منها من خلال الاحتكاك والممارسه. نعم. مفيش تعليم ولا تعلم الا من خلال الممارسه. نعم، لكن لم يحدث في مصر ايضا سيتم في اطار توجيهات الحكومه وايضا في توجيهات السيد وزير التنميه المحليه وبالتنسيق مع الساده المحافظين كل النواب مع السادة المحافظين في محافظاتي. نعم لكن أستاذ حازم يعني فكرة أن مصر لم يحدث فيها من قبل أن وثقت حكومة مصرية في شباب المعارضة وقامت بتعيينهم في هذه المناصب التنفيذية، كيف ترى هذه الخطوة؟ خطوة مهمة وتعني أننا نعمل على استيعاب الجميع من الشباب. في استيعاب احتواء للشباب، أن الشباب نفسه يخاطب غيره وأقرانه من الشباب، وده ظهر حضرتك من خلال تمثيل عدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
اللي بتمثل عدد من التوجهات السياسية المتنوعة. نعم وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف أستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا مشاهدينا في نفس ذات السياق انضم إلينا هاتفيا أستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أرحب بك أستاذ بلال معنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. في البداية كيف ترى أو يعني كيف سيدفع فكرة تعيين شباب وشابات من تنسيقية شباب الأحزاب في هذه المناصب التنفيذية العليا في ضخ دماء جديدة في هذه الوزارات المحلية؟ طبعا هو احنا بنشكر القيادة السياسية النهاردة إن كان عندها ثقة في ممثلي تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين في إن هم يتواجدوا النهاردة، نتواجد بعدد 5 نواب محافظين، ودي لأول مرة إن يكون في شباب ذو خلفية سياسية بيتواجد في المناصب السياسية. أعتقد إن ده شيء مهم جدا في الفترة الحالية، وطبعا إحنا من خلال اجتماعنا مع فخامة السيد الرئيس أعطانا السيد الرئيس توجهات في المقام الأول لخدمة المواطن، وإن إحنا عندنا المشكلات ذات الأولوية هي الاهتمام بالمشاكل العامة زي الصحة والتعليم وما الى غير ذلك، ونعتقد ان احنا هنشتغل في اطار البرنامج الموضوع من مؤسسات الدوله المصريه في استراتيجيه 2030، سنعمل على ان تكون المحافظات في المقدمه في المرحله المقبله، ستكون كل ما يتم داخل محافظاتنا بناء على توجيهات وتكليفات السيد الرئيس سيكون في البدايه وفي النهايه هو لخدمه المواطن المصري. هو بناء على التنسيق ايضا الذي يتم مع كافه المؤسسات في الدوله المصريه وعلى كافه الاصعده، وبناء على التنسيق اللي يتم مع دوله رئيس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه، اعتقد ان هو في المرحله المقبله ستشهد، نتمنى ان تشهد المحافظات التي كلفنا بها اليوم تنمية حقيقية استحقاق المواطن المصري. لكن بالحديث عن تكليفات السيد الرئيس اليوم، كيف تبعت هذا أو كيف تقرأ هذه التكليفات وكيف سيتم تحقيقها على أرض الواقع؟ سيتم تحقيقها على أرض الواقع أن يكون بيننا وبين كافة المؤسسات المعنية وما بين المواطن من الدرجة الأولى تواصل بشكل دائم للمعرفة للمشكلات اللي بتواجه المواطنين، بتواصل مباشر مع المواطنين والوقوف على المشكلات اللي موجوده والعمل على ايجاد حلول لتلك المشكلات. يعتبر هذه الحلول لابد ان تكون من خارج الصندوق، وهنحاول نوصل في وقت من الاوقات ان احنا في المرحله المقبله تكون الاوضاع داخل المحافظات اوضاع مستقره، ويكون زي ما قلت لحضرتك في البدايه كل التوجيهات ان احنا لازم نحقق للمواطن المصري كل الاحتياجات اللي نقدر نوفرها في اطار شامل من دعم مؤسسات الدوله المصريه. ايضا يعني لو تحدثني عن فكره ان مصر لم يحدث فيها من قبل ان وثقت حكومه مصريه في اختيار او تعيين شباب من المعارضه. هو بالمناسبه اليوم نعتقد ان في مجموعه من الشباب الاحزاب السياسيه، وهذه الاحزاب من الاحزاب او من التوجهات السياسيه اللي بتعارض بسياسه الحكومه. اعتقد ان ثقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في الشباب المصري هي ثقه ندعو من الله انها تمشي محلها، وان ربنا يوفقنا، لان احنا في الاول وفي الاخر يعني هدفنا الاول والاخير هو حل مشاكل المواطن والارتقاء بالمواطن والمشاركه في اعداد بناء الانسان المصري. نعم وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف أستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، أرغبكم في موجز الخامسة، ابقوا معنا، شكرا جزيلا لكم.